الناس الكل، مرحبا بكم في حظك اليوم بايتيان برعاية تونيزيا سيرفي، باش نشوفوا شنيا بخبيت لكم الأبراج ونبداو كما العادة برج الحمل. مهنيا لازمك تتصرف بليونة أكثر باش تكون عندك انعكاسات إيجابية مع زملائك والمحيطين بيك. عاطفيا مهما عندتك الظروف ما تستسلمش باش ترتاح نفسانيا. برج الثور، باش تواجه مواقف حاسمة. مهنيا قدامك تحدي باش تبرز روحك وتفك بلاستك. عاطفيا كون متسامح باش تتمكن من حل بعض المشاكل. خليك مستمع جيد مع شريك حياتك. برج الجوزاء، التفاؤل من أبرز وأحسن صفاتك. البشاشة زايدة فيك شطر، حافظ على الميزة هذه تفيدك برشا على جميع الأسعدة. برج السرطان، مهنيا حاول التركيز على كل ما هو مهم، ما تدخلش في نقاشات فارغة ما تفيدك بحتى شيء. عاطفيا عامل شريك حياتك كما يستحق، هذا إذا كنت مقتنع بخطواتك المستقبلية معه. ما تنساش صحتك زايدة، تلهى بها وحافظ عليها. برج الأسد، نهار فيه برشا مفاجآت، ما تخافش كلها حاجات حلوة وهذا يخليك في أجواء إيجابية على جميع الجوانب. برج العذراء، وقت الشدة ديما سي العذراء موجود، صاحب عشرة ويراب العين الكبيرة، تلقى التقدير اللازم وحتى في أوقات الحرجة تلقى دعم وتتمد لك يد المساعدة. برج الميزان، نهارك ممتاز وجيد على صعيد المهني، تخمم في مشاريع جديدة، عندك عزيمة وقدرة باش تزيد في الدخل متاعك. عاطفيا وقيت باش تبدأ تلوج على شخص يتناسب مع طبيعتك ومع روحك، وصحيا وضعك في استقرار. برج العقرب، مخططاتك تتغير اليوم وبطبيعة الأفضل وخير من اللي كنت تتوقع، الضغوطات تخف عليك وتتكيف مع العراقيل وتلقى الحلول اللازمة على جميع الأسعدة. برج القوس، فما منصب مهم يستنى فيك ولا ترقية، انت كفء باش تقدم القدام بخطوات ثابتة. برج الجدي، باش تضمن نجاح المجموعة لازمك تكون لين أكثر في علاقتك مع زملائك، ونجاحك انت هو نجاح الفريق. عاطفيا فما برشا ظروف تخطيتها وجاي خير. برج الدلو، لازمك تعيد النظر في حساباتك وتاخو حذرك من المصاريف اللي جايتك. حاول تزيد في مدخراتك عن طريق التحسن في العمل متاعك، وحقق التوازن متاعك وعرف اللي عليك واللي خاطيك. نفاو برج الحوت، تحصد اللي زرعته من نجاح وتفوق وتألق وتحقق مبتغاك بعد طول صبر وعزيمة قوية. برافو، كانت هذه حظك اليوم لليوم برعاية تونيزيا سيرفي. نفكركم أي شركة تحب على استبيان رقمي تتصل بتونيزيا سيرفي، وإن شاء الله ديما مزهرين. باي باي.